وإياك والسامعين والسامعات. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أو عام سامع. أي رب مبلغ، رب شخص ينقل، رب شخص ينقل إليه الخبر يكون أفهم من الذي سمع الخبر، أفهم من الذي سمع الخبر. يعني أنت جئت بلغتني خبرا، أو عفوا زيد بلغ عمرا خبرا، زيد سمع وعمر بلغه الخبر. من الممكن أن يكون عمر الذي بلغه الخبر يستنبط استنباطات من الخبر أكثر وأدق من الذي سمع نفسه. رب مبلغ أوعى من سامع. تفضل.